بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع بعض ان شاء الله الجايد لاينز، والنهاردة هنتكلم عن توبيك مهم جدا جدا جدا، الا وهو السبيسيفيك بيشنت بوبوليشنز اللي عندهم دي في تي، زي مثلا دي في تي ان تشيلدرن، دي في تي ان بريجننسي، كانسر اسوشيتد دي في تي، دي في تي ان بيشنتس وذ ثرومبوفيليا، دي في تي في العينين اللي عندهم ديفلوبمنتال اي في سي انومالي، DVT in patients with renal impairment and DVT in patients with extremes of body weight. كل سب كاتيجوري من دول هنعرف ايه الاختلافات اللي ما بينه وما بين النورمال بوبوليشن اللي بنتعامل معاه، وايه الكونسيدريشن اللي نفكر فيها واحنا بنعالج this type of patient. فلو جينا نتكلم في الاول عن دي في تي ان تشيلدرن، هنتكلم عن انترودكشن، وبعد كده وات اباوت دي انتي كواجيليشن اند وات اباوت دي ثرومبولايسيس. از ان انترودكشن، الانسيدنس بتاع الفي تي اي في التشيلدرن از ماتش ماتش ليس ذان الادلتس، بيبقى اقل من واحد بير 10,000 بير انم. الفي تي اي دي بتحصل في واحد في لكل 200 hospitalized pediatric patient. ال incidence بتاع ال VTE is increasing، وده اكتر علشان ال invasive support لل critically ill patients عن طريق ال catheter central venous catheters. ال principal difference ما بين ال pediatric DVT وال adult، مش بس علشان الابيديميولوجي والناتشرال هيستوري اللي مش واضح قوي، ولكن كمان عشان الفارماكو داينامكس بتاعت الانتي ثرومبوتيك ميديكيشنز اللي بنستخدمها اللي مش واضحه قوي ومش معروف قوي التاثير بتاع الهيمودينامكس او البيهيفير بتاع الميديكيشنز دي في البيدياتريك بوبوليشن. الماجوريتي اوف دي في تي ايفنتس الموجوده في البيدياتريكس ريليتد ل السنترال فينوس كاثيترز، زي ما قلنا علشان الانكريزنج انفيزيف انترفنشن فيهم تو سبورت الكريتيكالي ال بيشنتس. وات اباوت ذا انتي كواجيليشن، بيبقى الموضوع المونيتورنج ده بيبقى مهم جدا جدا، عشان زي ما قلنا الفارماكو داينامكس مش بريدكتد قوي في الاطفال، فمحتاجين مونيتورنج كل شويه سواء بالاي بي تي تي ريشيو او بالانتي فاكتور 10 اي ليفلز. الحاجه الثانيه وات اباوت دي دايركت اورال انتي كواجولانتس، كان في الموضوع ده عامل سيجنيفيكانت ديبيت، اللي علشانه في دلوقتي ترايل اللي هي اينشتاين جونيور ترايل، اللي فيها 500 طفل عندهم دي في تي تريتد وذ اي بودي ويت ادجستد 20 ام جي ايكويفالنت دوز اوف ريفاروكسابان كومبيرد للستاندرد انتي كواجيليشن اللي هو هيبرين فولود باي فيتامين كي انتاجونست، ولسه الريزلتس بتاعت اينشتاين جونيور ما طلعتش. المعلومة التانية وات اباوت دي ثرومبولايسيس، از رول نفس الرول اللي احنا ماشيين عليها، ان احنا ما نستخدمش ثرومبولايسيس unless ان في limb or life threatening feature. ال presence of central venous catheter is far more common provoking factor في البيدياتريك دي فينوس ثرومبوزيس compared للادلت. علشان كده ده اللي خلى بعض الستاديز تي ريكومند 3 to 5 days of anticoagulation therapy before removal of the central venous access device. هل علشان مثلا السايز بتاع الفينز عندهم اصغر من الادلتس؟ مفيش حاجه واضحه، ولكن ده اللي قالته بعض الجايد لاينز، انه 3 to 5 days of anticoagulation therapy before removal of the central access is advised. لو لسه محتاج القسطره والعيان عنده دي فينوس ثرومبوزز، يبقى يو كان كونتينيو with anticoagulation while the catheter is in place. المانجمنت اوف تشيلدرن with cancer and DVT ده طبعا complex challenge، لان بيبقى عنده persistent risk factor of deep venous thrombosis. ولو جينا نشوف الريكومنديشن اللي قالتها الجايد لاينز، ان the management of children with DVT should be guided by clinician with specific expertise in pediatric thrombosis and hemostasis. بكده نكون خلصنا السب كاتيجوري الاولاني، والمره الجايه ان شاء الله نتكلم عن
الـ DVT in pregnancy.